من شهرين تقريبا اشتريت القلم الرصاص ده بجنيه، امبارح حاولت اشتري اخوه لقيته بجنيه ونص، يعني سعره زاد 50% في اقل من 60 يوم تقريبا. الزياده دي كان وراها اسباب كتير، من ضمنها سواقين النقل التقيل في امريكا والبحاره في المحيط الهندي والاطلسي. هتقول لي ايه العلاقه؟ هقول لك، هوضح لك بعد شويه. المهم دلوقتي هو ان مش القلم الرصاص ده بس اللي سعره ارتفع، لا ده حرفيا معظم المنتجات والخدمات في كل دول العالم اسعارها ولعت، من اول تذكرة الطيران لحد ورق التواليت. ده غير ان في منتجات كتير مش لاقيينها اصلا، واظن ان كلكم ملاحظين ده. السؤال بقى اللي شاغل بال الناس كلها دلوقتي، الاسعار دي هتفضل ترتفع لحد امتى؟ وهتنزل تاني ولا خلاص كده مفيش رجوع؟ وده في الحقيقه سؤال صعب جدا، لان في فجوه كبيره بين اللي المفروض يحصل واللي بيحصل فعلا. اللي اتعلمناه في علم الاقتصاد هو ان ازمات الاسعار في الاسواق الحره عمرها قصير، لان السعر لما بيرتفع المستهلك بيحجم عن الشراء، وبالتالي الطلب بينخفض، وفي نفس الوقت المعروض بيزيد علشان المنتجين بيزودوا انتاجهم علشان يلحقوا يستفيدوا من الاسعار المرتفعه دي، وبكده يحصل توازن بين العرض والطلب وترجع الاسعار تاني لمستوياتها الطبيعيه بسرعه. اللي فات ده هو اللي المفروض يحصل وهو اللي اتعلمناه في الكتب، لكن لما نيجي نبص على اللي بيحصل النهارده في السوق هنلاقي وضع غريب جدا. الاسعار بترتفع والطلب بيزيد والمعروض بيقل. لاول مره في حياتي اشوف الثلاثه دول مجتمعين مع بعض على مستوى السوق كله. العالم النهارده عايش أزمة غريبة من نوعها. إيه بقى اللي بيحصل بالظبط في السوق؟ وليه الأسعار ارتفعت بالغباء ده؟ وهل هترتفع في 2022 ولا هتنخفض؟ ولو هتنخفض، هتنخفض إمتى؟ وليه أسعار الشحن ارتفعت 5 و6 أضعاف خلال الأسابيع الأخيرة؟ وإزاي سلوك المواطن في أمريكا ممكن يأثر على الأسعار في الدول العربية؟ دي عينة من الأسئلة اللي هندردش فيها مع بعض في حلقة النهاردة. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي بلس. ايه هو اهم اختراع الانسان اخترعه على مر التاريخ؟ لو سألتك السؤال ده غالبا هيجي في بالك حاجات زي الكهرباء، المحرك والعجلة، ومطبعة جوتنبرج، والتليفون والانترنت، مش كده؟ لكن مش ممكن يخطر على بال حد منكم البتاع اللي في الصورة اللي جنب دي، وانا هنا بتكلم عن الكونتينر او الحاوية اللي بيتم فيها شحن البضايع على ظهر السفن في البحر من بلد لبلد. انا ناجورني عالمة الرياضيات الامريكية بتقول ان الحاوية او الكونتينر يعتبر واحد من اهم اختراعات البشرية على الاطلاق، لان بدون الصندوق المعدني ده مش هيكون عندنا لا سلاسل امداد ولا تجارة عالمية. وفي الحقيقة السيدة المحترمة دي لو جيت تفكر في كلامها هتلاقي عندها حق، يعني لو مفيش حاويات ما كنتش هتلاقي التيشيرت او القميص اللي انت لابسه ده. هتقول لي ده صناعة محلية، هقول لك الالات نفسها اللي مصنعاه مستوردة، والالات دي دخلت بلدك مشحونة في كونتينر عن طريق البحر. من الاخر كده 90% من البضائع في العالم بيتم نقلها عن طريق السفن في البحر، واغلب البضائع دي بتبقى محطوطة في حاويات على السفن، وبالتالي لو لاي سبب ما بقاش في حاويات او عددها قل العالم كله هيحتاس. وده هو طرف الخيط الاول في ازمة الاسعار الحالية. النهاردة في ازمة كبيرة في سوق الشحن البحري بسبب الحاويات. باختصار مفيش حاويات كفاية تنقل البضائع من بلد للتاني، وده رفع اسعار الشحن وتسبب في نقص منتجات كتير، وعمل حالة من حالات الشلل في سلاسل الامداد العالمية اللي مضروبة بالجزمة اصلا من ساعة بداية ازمة كورونا. هنا طبعا يجي في بالك التساؤل المنطقي التالي، الحاويات راحت فين يا اشرف؟ هقول لك طبعا، ولكن قبل ما اجاوبك خليني اقول لك يعني ايه اصلا الكلمه اللي قلتها من اللحظه دي اللي هي سلاسل الامداد او السبلاي تشينز، لان الكلمه دي هتسمعها كتير خلال الايام الجايه فضروري تكون فاهم معناها. بص بالبلدي كده، سلسله الامداد هي عباره عن شبكه بتضم كل الاطراف اللي اي شركه في العالم بتتعامل معاها سواء بشكل مباشر او غير مباشر علشان تصنع المنتج وتوصله ليك كمستهلك. والعمليه دي بتضم 3 أجزاء رئيسيه، هي السورسنج او تامين الموارد اللازمه لتصنيع المنتج، وبعدين المانيفاكتشرنج او عمليه التصنيع، واخيرا فولفيلمنت او التوريد. وخليني امسك مثال واضربهولك. اللي في ايدي ده هو الايفون بتاع شركه ابل الامريكيه. لو بصينا على سلسله التوريد بتاع التليفون ده هنلاقيها كالتالي: التليفون بيتصمم في امريكا، التصميم ده فيه مئات المكونات المختلفه، كل مكون من المكونات دي بتصنعه شركه شكل في بلد شكل. ابل بتشتري مكونات الايفون من شركات موجوده في 43 دوله في 6 قارات، وبعدين بتبعت المكونات دي كلها علشان تتجمع في الصين، ومن هناك تبدا شركات الشحن في نقل المنتج النهائي لجميع انحاء العالم. لو حصل خلل او اضطراب في اي جزء من السلسلة دي، الايفون يا اما هيوصلك سعره غالي يا اما مش هيوصلك اصلا، لان في سلاسل الامداد كله مبني على بعضه علشان كده اسمها سلاسل اصلا.
المهم خلونا نرجع تاني للسؤال بتاع الحاويات راحت فين. بص يا سيدي، في مارس 2020 لما فيروس كورونا بدأ يخرج عن نطاق السيطرة، معظم الاقتصادات الآسيوية وفي مقدمتها الصين طبعا بدأت تفرض حالات إغلاق موسعة، وبعدها حصلوا الاقتصاد الأمريكي ومعاه الاقتصادات الأوروبية هي كمان. في اللحظة دي حركة التجارة العالمية تعرضت للشلل عمليا، لحد كان بيصدر ولا بيستورد إلا الضروريات فقط، وده طبعا كان خراب بيوت لناس كتير من ضمنهم اصحاب شركات الشحن اللي اكل عيشهم قايم على حركه التجاره بين الدول. المهم قبل ما الصين تفرض حاله الاغلاق، كانت في سفن بالفعل خرجت من موانيها وماشيه في البحر محمله بضايع رايحه بيها لعدد من الدول من ضمنها امريكا والاتحاد الاوروبي. الجماعه بقى بتوع شركات الشحن علشان يقللوا من خسائرهم قدر الامكان عملوا حركه ظريفه جدا في السفن دي. السفن كانت بتوصل كل ميناء تفرغ الحموله وتسيب الحاويات هناك وترجع فاضيه، والحركه دي عملوها لسببين. اولا كانوا عايزين يقللوا عدد السفن اللي ماشيه في البحر لانها بتحرق وقود على الفاضي والعمليه نايمه في السوق. ثانيا لو شالوا الحاويات دي ورجعوا بيها للصين مش هتتحمل بضائع لان الصينيين كانوا قافلين مصانعهم. ومن هنا بدات الحاويات الفاضيه دي تتراكم بكميات كبيره جدا في الموانئ الغربية، وخصوصا في موانئ امريكا اللي بتعتبر اكبر مستورد في العالم من الصين. خد بالك تراكم الحاويات دي في امريكا معناه انخفاض عدد الحاويات المتاحة في الصين وفي اي مكان تاني بالعالم. المهم شهر ورا التاني بنلاقي الصين بدأت تعيد فتح اقتصادها بداية من يونيو 2020، بمجرد ما المصانع اشتغلت رجعت حركة التصدير تاني، وده زود الطين بلة. وهقول لك ليه، الصينيين استخدموا الحاويات اللي باقي عندهم واللي كان عددها قليل اصلا في تصدير البضائع لامريكا الشمالية وللاتحاد الاوروبي، والحاويات كانت تروح هناك وما يرجعش منها غير عدد قليل لان حركة التصدير على الناحية التانية مش شغالة، وشركات الشحن مش هتشيل الحاويات فاضية على حسابها وترجع بها للصين. ومش بس كده، الصين لما بدأت تفوق من أزمة كورونا كانت بعتت سفن حاويات كبيرة شايلة مستلزمات الوقاية من الفيروس لدول في افريقيا وجنوب شرق اسيا. الحاويات دي موجودة هناك فاضية لحد النهاردة على ارصفة المواني لان الدول دي ما عندهاش تقريبا حاجة تصدرها للصين في الحاويات دي، وبالتالي سوق الحاويات بقى بيعاني من مشكلة بنسميها او وضع الشيء في غير مكان. باختصار في حاويات لكنها موجودة في المكان الغلط. لما نيجي نبص النهاردة على المواني في امريكا الشمالية هنلاقي ان من كل 100 حاوية بتدخل المواني دي 40 حاوية بس هي اللي بترجع والباقي بيفضل هناك، يعني 60% من الحاويات بيدخل ما بيخرجش، ودي نسبة مخيفة جدا خصوصا لما تعرف ان حجم التجارة بين الصين ودولة زي الولايات المتحدة بيقترب من ما يعادل 900,000 حاوية شهريا في المتوسط. طب الحاويات دي بتدخل بتتحشر فين بالظبط؟ هقولك. في شهر سبتمبر اللي فات الامريكان استوردوا من الصين بضايع بحوالي 57.5 مليار دولار. الطلب الضخم ده مصدره ارتفاع حجم الانفاق الاستهلاكي عند الامريكيين. طب منين الفلوس دي جت في حين ان العالم كله بيكح تراب ولسه بيحاول يفوق من تبعات ازمه كورونا؟ ببساطه الحكومه الامريكيه علشان تخفف الاعباء الاقتصاديه عن الامريكيين بسبب ازمه كورونا قدمت لهم مساعدات بمئات المليارات. في اطار خطه الانقاذ الامريكيه المعروفه باسم امريكان ريسكيو بلان، الحكومه الامريكيه قررت صرف حوالي 160 مليون شيك للمواطنين بقيمه اجماليه تقترب من 1.9 تريليون دولار. الامريكيين اخذوا الفلوس دي من الحكومه وحطوها على مدخراتهم اللي كونوها خلال فتره اغلاق الاقتصاد، وبداوا يشتروا بيها كل حاجه تخطر على بالهم من اول الاكل لحد الالكترونيات. علشان كده جيسون فورمان الاستاذ في جامعه هارفارد والمستشار السابق للرئيس الامريكي السابق باراك اوباما بيقول ان السبب الرئيسي في المشكله الحاليه اللي بتعاني منها سلاسل التوريد هو الترف او الرفاهيه اللي عند الامريكيين. باختصار الراجل بيقول المشكله هي ان الامريكيين الفلوس كترت في ايدهم فبقوا بيصرفوا كتير على انفاقهم الاستهلاكي، وده طبعا زود من الواردات ورفع معدل التضخم. والمشكله ان تصرفات الامريكيين جت على دماغ العالم كله. ارتفاع الطلب الامريكي على السلع الاجنبيه وخصوصا على السلع الصينيه خلى الموانئ الامريكيه وجهه رئيسيه لمعظم سفن الحاويات في العالم، وده في حد ذاته مش مشكله. المشكله هي ان الموانئ الامريكيه بقت عاملة زي الثقب الأسود اللي بيبلع الحاويات. لو بصينا النهاردة على ميناء لوس أنجلوس وميناء لونج بيتش الموجودين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية هنلاقي إنهم بيعانوا من تكدس رهيب في الحاويات، لدرجة ان من اسبوعين بالظبط وتحديدا يوم الاحد 17 اكتوبر 2021 كان في 80 سفينة حاويات واقفة قدام سواحل لوس انجلوس ولونج بيتش شايلة بضائع قيمتها تتجاوز ال 25 مليار دولار ومش عارفة تفرغها لان مفيش مكان في اي ميناء من الاتنين، وده خلى بعض السفن تقعد في الميناء ما يقرب من اسبوعين علشان تفرغ حمولتها بعد ما كانت بتفرغ وتحمل في 4 ايام تقريبا. جو بايدن الرئيس الامريكي في محاولة يائسة لحل الازمة دي امر في 13 اكتوبر اللي فات ميناء لوس انجلوس يشتغل 24 ساعة في اليوم 7 ايام في الاسبوع. تكدس الحاويات بالشكل ده في الموانئ الامريكية له في الحقيقة 3 اسباب.
أولاً البيروقراطية، التخليص الجمركي للحاويات في أمريكا بياخد وقت طويل نسبياً. ثانياً الحاويات علشان تخرج من المينا لازم تتحمل على شاحنات النقل التقيل، وأمريكا عندها النهاردة عجز في سواقين النقل التقيل يقترب من 80,000 سائق. ثالثاً بقى شركات الشحن نفسها بترمي الحاويات في الموانئ الأمريكية وبتطلع تجري ترجع للصين تاني، ما بتستناش الحاويات دي تدخل أمريكا تتفرغ وتتحمل بضايع أمريكية، لأن في ظل زحمة الموانئ العملية دي ممكن تاخد أسابيع وتعطلها. وفي نفس الوقت فكرة انها ترجع بالحاويات مش مجدية ماديا معاها اصلا. خطوط الشحن الاكثر ربحية النهاردة هي الخطوط اللي بتبدأ من الصين، لان الصين بسبب مشاكل قطاع الشحن عندها استعداد تدفع اي اسعار علشان تصدر منتجاتها وتخرجها من موانيها، وفي النهاية كله على قفا الزبون. الحاوية الاربعين ادم اللي كان شحنها من شنغهاي للوس انجلوس بيتكلف 2000 دولار من سنتين، سعر شحن الحاوية دي تجاوز مؤخرا حاجز 20,000 دولار. باختصار اسعار الشحن في العالم كله ضعفت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، والنهاردة ما يصل ل 70% من شركات الشحن بقت بترفض إنها تدخل في عقود طويلة مع أي طرف، وبقت بتأجر سفنها بطريقة المزاد وبالأسعار الفورية. يعني اللي هيدفع أكتر هنحمل بضاعته، واللي ما معهوش ما يلزموش. أي حاجة بنستوردها النهاردة سواء من الصين أو غيرها عن طريق البحر هتلاقي جزء كبير من تكلفتها عبارة عن مصاريف شحن. غير كده في مأساة صامتة في قطاع الشحن البحري محدش تقريبا يعرف عنها حاجة، رغم إنها أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة اللي بيعاني منها القطاع النهاردة، والأزمة دي تخص البحارة اللي شغالين على سفن الشحن. معظم دول العالم النهاردة بترفض تسمح للبحارة اللي شغالين على سفن الشحن إنهم ينزلوا من على متن السفن مهما كان السبب، بسبب خوفها من حملهم لفيروس كورونا، والنتيجة إن في عشرات الآلاف من البحارة محاصرين في البحر بيتحركوا من بلد لبلد بينقلوا بضائع بقالهم أكتر من سنة ومش عارفين ينزلوا على الأرض. جزء كبير من البحارة دول ما خدش أي لقاحات لأنهم من بلدان فقيرة زي الهند وبنجلاديش والفلبين. جاي بلاتن الأمين العام لغرفة الشحن الدولية حكى مؤخرا إن في قبطان سفينة حاويات مات على السفينة بأسباب طبيعية جدا مالهاش علاقة بكورونا. تخيل إن في 12 دولة في العالم رفضت إن جثة الراجل ده تنزل على أراضيها علشان يتم شحنها لبلده لأنها خايفة إنه يكون مات بكورونا، وفي النهاية البحارة ما كانش قدامهم حل غير إنهم يشيلوا جثة قبطانهم في تلاجة الأكل الموجودة على السفينة لمدة 5 شهور كاملة. في وسط كل الظروف دي البحارة معنوياتهم انهارت، واللي بقى ينزل منهم أجازة غالبا ما بيرجعش تاني، وده طبعا زود الضغط على شركات الشحن اللي بقت بتعاني من نقص في العمالة، واللي حاولت تحل الأزمة دي من خلال إنها تزود حمولة السفن، والنتيجة هي إن بقى في حاويات كتير بتقع من السفن دي في البحر. في ديسمبر ويناير اللي فاتوا في أكتر من 2675 حاوية وقعوا في البحر. محصلة كل ده هو إن 77% من الموانئ في العالم بتعاني النهاردة من البطء في حركة التحميل والتفريغ. يعني في 7 أكتوبر اللي فات كان في 497 سفينة حاويات واقفة قدام الموانئ في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا مستنية دورها علشان تدخل على رصيف وتفرغ حمولتها. كل الشقلبازات دي حاصلة في جزء واحد من أجزاء سلسلة الإمداد العالمية وهو الشحن، لسه في أجزاء تانية فيها مشاكل وخلونا نذكرها كده على السريع. أولا الصين اللي بتعتبر مصنع العالم كله عندها أزمة طاقة طاحنة، في نقص كبير جدا في الفحم هناك، والفحم مسؤول عن ما يقرب من 70% من الكهرباء المنتجة في الصين. نقص الطاقة ده كان له أثار سلبية كبيرة على الصين لدرجة إنه خلاها تقفل عدد كبير من مصانعها. فجأة المصانع في الصين بقت بتواجه أسعار شحن أعلى ونقص في إمدادات الطاقة وأسعار أعلى للمواد الخام. في شهر سبتمبر اللي فات أسعار تسليم المنتجات على أرض المصنع في الصين زادت بنسبة 10.7%، وده أسرع معدل نمو للأسعار في الصين من 25 سنة وتحديدا من 1996. نسيب الصين ونلاقي عندنا أزمة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي العالمي اللي سعره زاد بأكتر من الضعف من بداية السنة. كنا عملنا حلقة عن الأزمة دي ممكن تبقوا تتفرجوا عليها. نسيب أزمة الغاز ونبص على سوق الرقائق الإلكترونية، نلاقي فيه نقص كبير جدا في المكون الحيوي ده معطل شركات السيارات والإلكترونيات على مستوى العالم. على سبيل المثال أبل ناوية تقلل إنتاج آيفون 13 بوقع 10 مليون موبايل السنة دي لأن مفيش رقائق إلكترونية. الأزمة دي برضو كنا شرحناها في الحلقة دي. وبمناسبة كلامنا على الأزمات بالمرة كنت عاوز أعمل لكم حلقة عن الكارثة الحاصلة حاليا في سوق الأسمدة وتأثيراتها المتوقعة على أسعار الغذاء وتوافره خلال الفترة الجاية، ولكن أنا بصراحة مكسوف منكم، كل شوية داخل عليكم بأزمة جديدة وده مزعل ناس كتير منكم مش عارف ليه، مع إن على رأي عم ضياء كله رايح. على أي حال لو حابين نتكلم على الموضوع ده عرفوني في التعليقات.
ومن هنا ننتقل للسؤال الأهم في الحلقة، الأسعار رايحة على فين خلال الفترة الجاية؟ للأسف الأسعار مش متوقع أنها تتحسن قريب، في أفضل الأحوال ممكن نبدأ نحس بانفراجة بداية من نص 2022، وفي بعض الخبراء شايفين أن الدنيا مكملة على الحال ده لحد بداية 2023، لكن الشيء المؤكد هو أن الأربع شهور الجايين هم الأصعب، لأن أمريكا والدول الأوروبية داخلين على موسم الأعياد خلال الأسابيع الجاية، ودي مواسم المواطنين هناك بيصرفوا فيها عبط، وبالتالي الطلب على السلع من الصين وغيرها وبالتبعية على خدمات الشحن هيزيد. الأعياد هتخلص هناك وحندخل على رأس السنة الصينية أو عيد الربيع في الصين في أول فبراير اللي جاي، والفترة دي معظم الصينيين بياخدوا أجازة، فنشاط التصنيع هيبقى بعافية شوية. المهم بعد ما يعيدوا وينبسطوا يا رب بس تكون أزمة الحاويات اتحلت ساعتها. أنا كده خلصت كلامي، وأسف جدا جدا إن طولت عليكم، وكالعادة في نهاية كل حلقة عندي سؤال لحضراتكم. لو في تاجر عنده منتج شاريه بقاله فترة وحصلت فجأة أزمة أسعار، من وجهة نظرك أنت كمستهلك، هل من حق التاجر يغلي سعر المنتج اللي هو شريف الرخص ويبيعه بسعر النهاردة؟ هتابع كل إجاباتكم في التعليقات. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة وحابب تشوفنا تاني اشترك في القناة، واستنانا السبت الجاي في حلقة جديدة بإذن الله. سلام.